إذا أولا غادي نبدأ بخلاصة عامة. إذا التيار الكهربائي المستمر نرمز له ب دي سي أو تساوي، التيار الكهربائي المستمر نرمز له دي سي أو تساوي. مولدات تنتج التيار الكهربائي المستمر كما قلنا دائما كاين عندنا البطارية، كاين عندنا البطارية وكاين الأعمدة أو أي مولد كنلقى فيه قطب الموجب والقطب السالب، كنعرف بلي راه كاين تجليه تيار كهربائي مستمر. مستقبلات، الان كنهضرنا على المولدات، الان نهضروا على المستقبلات. المستقبلات تشتغل بالتيار المستمر، كاين الهاتف النقال، كاين الميديا، مصباح جيبي، مصابيح السياره، فكلها مستقبلات تشتغل بالتيار المستمر. تصنع كذلك ان للتيار الكهربائي منحى يسمى المنحى الاصطلاحي. الاصطلاحي كما قلنا هو المتفق عليه عالميا للتيار، والذي يكون من القطب الموجب نحو القطب السالب للعمود. ثم الصمام الثنائي فهو مستقبل يسمح بمرور تيار كهربائي في منحى واحد فقط، ويسمى المنحى المباشر. في منحى واحد فقط يعني هو اللي كيخلينا أن نعرفوا منحى التيار الكهربائي في الدارة. الآن كخلاصة لهذوك جوج دروس اللي درنا، كاين شدة التيار وكاين توتر كهربائي. هي المقدار شدة التيار والتوتر الكهربائي، ها شنو اللي خصنا نعرف رمزه؟ بالنسبة لشدة التيار هي اي، اما التوتر الكهربائي فهو اي. شدة التيار اي والتوتر هو اي. الوحدة بالنسبة لشدة التيار هو الامبير، اما بالنسبة للتوتر الكهربائي هو الفولت. رمزها يعني رمز ماذا؟ رمز الوحدة هو أ، ورمز الوحدة ديال الفولت هي في. الجهاز المستعمل هنا الأمبير متر، أما بالنسبة للتوتر الكهربائي نستعمل دائما الفولت متر. الرمز ها هو كندير دويرة وكنكتب أ، هنا كيكون الكوم والبليس، يعني هنا يجب احترام القطبية. طريقة تركيبه دائما يركب على التوالي، أما بالنسبة للفولت متر كندير رمز وكندير في على التوازي، دائما يركب على التوازي. إذا هذاك الشيء كخلاصة عامة لدوك الدروس. نشوفوا الآن التمارين. أجب بصحيح أو خطأ، وصحح الخطأ منها أو الخاطئة منها. الأمبير متر يركب في الدارة الكهربائية على التوالي، إذا هنا نعم. الفولت متر يركب في الدارة الكهربائية على التوالي، خطأ، يركب دائما على التوازي. منحى التيار الكهربائي يخرج من القطب السالب إلى القطب الموجب للعمود، خطأ، من القطب الموجب نحو القطب السالب للعمود. الأمبيرمتر يقيس شدة التيار المارة في دارة كهربائية، نعم أمبيرمتر يقيس شدة التيار الكهربائي. عند تركيب الأمبيرمتر يجب احترام القطبية، نعم. اش كنقصد باحترام القطبية؟ يعني خصني نربط الكم ديال الأمبيرمتر أو السالب ديال الأمبيرمتر مع ماذا؟ مع السالب ديال المولد، ثم الموجب مع الموجب ديال المولد. هذا ما يسمى باحترام القطبية. تمرين رقم جوج، حدد معلل لجوابك متى يضيء المصباح، يعني امتى غادي نشوف هذا المصباح سيضيء. شنو درنا هنا؟ زدنا الصمام الثنائي. الصمام الثنائي اش كيقول لنا؟ يسمح بمرور التيار الكهربائي في منحى واحد فقط. منحى واحد فقط يعني اش؟ من الموجب، ان هذا الموجب يكون مترتبط ليا مع هذا هو المنحى المباشر، يعني دائما خص يكون في هذا الاتجاه. اذا هنا نشوفوا ا، هل سيضيء المصباح ام لن يضيء؟ اذا لن يضيء المصباح لان الصمام الثنائي مركب في المنحى المعاكس. دابا الى تبعت الموجب ديال العمود مركب ليا مع هنا، اذا شنو هو المنحى المباشر ديال الصمام؟ ان هاد البلاصه انها تكون مع الموجب ديال العمود، وهاد البلاصه تكون دائما مع السالب. بالنسبه لبي، شوفوا بي الموجب، اذا كنلاحظ ان الصمام الثنائي فهو مركب منحى المباشر، يعني ان هاد الطرف مركب ليا مع الموجب ديال العمود، اذا سيضيء المصباح. سي كذلك سيضيء المصباح، الى تبعت الموجب غادي نلقى انه مركب مع هاد الطرف. دي لن يضيء المصباح لأن الصمام مركب في المنحى المعاكس. كنلاحظ أن السالب ديال العمود فهو مركب مع هذا الطرف،
وحنا دائما كيقولوا هذا الطرف خصو يكون ركب ليه مع الموجب اه لن يضيء، لان الصمام الثنائي مركب في المنحى المعاكس. دابا هنا عندي جوج صمامات، دابا هذا الصمام مركب في المنحى المعاكس، اذا ضمنيا حتى هذا واخا يكون مركب في المنحى المباشر ما غاديش يخلي التيار انه يمر، يعني راه كيولي بحال قاطع تيار مفتوح. اف لن يضيء لان الصمام مركب في المنحى المعاكس. هنا كنشوف ان هذا مركب مع هذا الطرف مزيان، لكن كنلاحظ ان هذا مركب لي مع هذا الطرف، يعني قطب موجب العمود مركب مع الطرف، اذا فهو مركب في المنحى المعاكس. اذا كان هذا مركب في المنحى المعاكس غتولي الدار مفتوحه، اذا كانت الدار مفتوحه اذا لن يضيء المصباح. تمرين رقم جوج، رقم ثلاثة، اتميم، يعني خصني نحول. دابا عندي واحد امبير خصني نحولو لملي امبير، هنا راه تكتبو ا ماجيسكول ماشي ا مينيسكول، اذا هي 1000 ملي امبير، يعني الا بغيت نحول من امبير ملي امبير كنضرب في 1000، والعكس الا بغيت نمشي من ملي امبير لامبير كنقسم على 1000. هنا 0.34 امبير هي 340 ملي امبير، يعني الا ضربت 0.34 في 1000 اعطتني هي 340 ملي امبير. 20 ملي امبير هي 0.020 امبير، نقسم على 1000، الا قسمت على 1000 غنلقى هذه النتيجه. هنا كذلك غادي نقسم على 1000 لان عندي 2000 ملي امبير، الا قسمت غتلقى جوج. بنفس الطريقه بالنسبه لهذه، نشوفوا الان بالنسبه ل 4.5 فولت، بغيت نحولو لميلي فولت، اذا خصني نضرب في شحال في 1000، هي 4500. عندي 20 فولت، الا بغيت نحولها لميلي فولت هي 20000 فولت، و 100 ملي فولت هي 0.1 فولت. 100 ملي فولت هي 0.1 فولت، يعني غنقسم على 1000. هذا فيما يخص تمرين رقم ثلاثة. شوفوا تمرين رقم أربعة، ما هو التركيب الذي يسمح بقياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة؟ إذا عندنا ثلاثة ديال التراكيب، إذا كاين هذا التركيب الأول، التركيب الثاني، والتركيب الثالث. دابا إلا شفنا التركيب الأول، الأمبيرمتر مركب على التوالي مزيان، لكن كنلاحظ أن هذا الصمام الثنائي مركب في المنحى المعاكس، لأن هذا القطب السالب مركب عليه مع هذا الطرف. حنا اش كيقول لنا دائما الصمام خصو يكون هذا الطرف مركب لي مع هذا الطرف، إذا هنا لن يضيء المصباح، إذا التيار هنا ما غاديش يمر. إذا هنا هذا التركيب فهو تركيب خاطئ. نشوفوا الآن هذا التركيب، التركيب هنا كنلاحظ بلي الأمبيرمتر ركب على التوازي، وحنا اش كنعرفوا على الأمبيرمتر؟ أنه يركب على التوالي، إذا حتى هذا التركيب فهو تركيب خطأ، إذا غادي يبقى لي هذا التركيب. هنا كنلاحظ بلي الأمبيرمتر مركب على التوالي والمصباح، إذا هذا هو التركيب الذي سيسمح بمرور، سيسمح بقياس شدة التيار الكهربائي. إذا التركيب الذي يسمح بقياس هو الثلاثة، لأن الأمبيرمتر ركب على التوالي. تمرين رقم خمسة، أنشئ دارة تحتوي على محرك قاطع تيار عمود من فئات، إذا مركب على التوالي. إذا ها هو عندنا عمود قاطع تيار مغلق ثم محرك، ما هو الجهاز المناسب لقياس شدة التيار المارة في الدارة؟ الجهاز المناسب هو الأمبيرمتر، لأن هضر لك هنا على شدة التيار، وباش كنقيس شدة التيار هي باستعمال الأمبيرمتر. ثانيا أنجز تركيب آخر مبينا فيه كيفية تركيب هذا الجهاز، إذا حنا بغينا نزيدو هذا الجهاز اللي هو الأمبيرمتر على الدارة، كنعرف أن الأمبيرمتر يجب تركيبه على ماذا؟ على التوالي، إذا ها هو زدنا على التوالي، إذا هذه هو كامل حلقة واحدة. دابا إلا كتلاحظوها هي حلقة واحدة. الآن إذا علمت أن العيار المختار أو المستعمل هو السكة تساوي 1 أمبير، وتشير الإبرة إلى تدريجة سود 30، وتدريجة الميناء هي 100، إذا شنو مطلوب؟ نحسبو شدة التيار. باش نحسب شدة التيار خصني نستعمل هاد العلاقة، ها هي إي كتساوي سي في إن على إن، سي هو العيار المستعمل، إن عدد الدريجات التي تشير إلى الإبرة، وإن هو عدد دريجات الميناء. إذا ملي كنكتب العلاقة كنمشي للتطبيق الإعدادي، إذا هي 1 في 39 قسمة 100، إذا غتلقاو هي 0.39 أمبير. السؤال الموالي، أردنا قياس التوتر
التوتر الكهربائي باش كنقيسو باستعمال الفولتميتر. اعطيتي بيانة توضح فيها هذا التركيب. اذا كنعرف ان الفولتميتر يركب كيف؟ على التوازي. اذا نمشي حدا العمود وغادي نركب هذاك التركيب. اذا هكا خصو يكون الفولتميتر يركب على التوازي، اما الامبيرمتر يركب على التوالي. هذا فيما يخص التمرين. هنا بدون حساب التوتر بين مربطي المحرك، ما هي قيمة التوتر؟ هي ديك التوتر اللي عطيه المولد، هي 4.5 فولت. تمرين 7، احسب شدة التيار في كل حالة. هنا عطيكم الصورة ديال واحد جهاز الامبيرمتر. اذا هنا خصني نعرف كيفاش نقراه. اذا عندي ها هو العيار، هنا مكتوبة لكم عيار هي 50 ملي امبير. هنا التدريجة الا حسبتو مزيان غتلقاو هي 39. وشحال هي عدد تدريجة الميناء؟ هي 50. اذا كيفاش خصني نحسب؟ دائما العلاقة اي تساوي سي في ان على ان. اي تساوي شحال عيار؟ هو 50. شحال التدريجات؟ هي 39. شحال درجة الميناء؟ هي 50. اذا الى حسبت غنلقى 39 ملي امبير. بنفس الطريقة بالنسبة للشكل الثاني، عندي 100 غادي نضربها في 55 ونقسم على 100، اذا غادي نلقى 55 ملي امبير. هذا فيما يخص السلسلة. غتحاولوا انكم تاخذوا التصحيح ديالها في الدفتر ديال الدروس.